السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الدرس السادس، وموضوع الدرس هو التأثيرات الحركية. الآن التأثيرات الحركية هي من أهم خصائص برنامج العروض التقديمية PowerPoint، والتي تميز عن غيره من البرامج، مما يجعل العرض التقديمي شائقاً. فإضافة الحركة تجعل العرض التقديمي شائقاً. الآن سنتحدث في موضوعين في التأثيرات الحركية. الموضوع الأول هو الحركة الانتقالية بين الشرائح. ما المقصود بالحركة الانتقالية بين الشرائح؟ هي التأثير الذي يظهر عند بدء الانتقال من شريحة إلى أخرى في أثناء تنفيذ العرض. فمثلا إذا لاحظتي في هذا العرض، عند إجراء عملية العرض، فإن الشرائح تنتقل مباشرة من شريحة إلى أخرى دون إظهار أي تأثيرات على الشرائح. الآن حتى أقوم بإضافة تأثير حركي على الشريحة، بداية أختار من التبويبات انتقالات Transition بعد اختيار الشريحة المطلوبة، فألاحظ هناك مجموعة من التأثيرات Transition to this slide، وكل انتقال له اسم بحسب الحركة. الآن فالأول Cut مثلا، ممكن تطبيقه على الشريحة، أو Fade. نأتي للشريحة الثانية Push مثلا، الشريحة الثالثة Split، الشريحة الرابعة Random Parts. لاحظي مباشرة يقوم بإجراء عملية العرض أو المعاينة على الشريحة، ولاحظي ظهور نجمة عند الشريحة التي تم اختيار حركة انتقالية لها. الشريحة الخامسة نختار أيضا انتقال مختلف. الآن أيضا يمكنني مشاهدة العرض من خلال أو المعاينة من خلال الضغط على زر Preview، فأستطيع مشاهدة ما هي الحركة التي قمت باختيارها على الشريحة. الآن لكل حركة إفكت أو تأثير. فمثلا الشريحة الأولى اخترت فيد، هناك تأثير لفيد مثلا سموثي. الخيار الثالث ثرو باك، الشريحة الثانية مثلا بوش لها تأثيرات فروم بوتون من الأسفل، فروم ليفت من اليسار، فروم رايت من اليمين، فروم توب من الأعلى، وهكذا. هذا بالنسبة لتطبيق الحركة على الشريحة. هناك تأثيرات أخرى على الشريحة أو إعدادات أخرى، اللي هي من خلال التبويب أو المجموعة التايمينج. فهناك يمكننا اختيار الصوت الذي أرغب به، هنا مجموعة من الأصوات. أيضا هنا الديوريشن اللي هو الوقت المستغرق للحركة. فمثلا عند تطبيق الحركة انظري الوقت المستغرق للحركة، عند زيادة الوقت لاحظ الفرق، لاحظ الحركة أصبحت أبطأ. الوقت المستغرق أثناء الحركة، سأعيد الوقت كما كان السرعة. الآن Advanced Slide أيضا يمكن إظهار الحركة on mouse click. فمثلا عند إجراء العرض، لاحظ أن العرض لا تتحرك الشرائح إلا بالضغط على مفتاح Enter أو الضغط على زر الفأرة. يمكن تغيير هذا الخيار، وذلك بإلغاء On Mouse Click، وأختار After وأحدد الوقت الذي أرغب به، ثانية ثانيتين ثلاث ثواني. الآن لتطبيق أي تأثيرات على جميع الشرائح، الحركة مع الـ Duration اللي هو الوقت المستغرق مع اللي هو الـ On Mouse Click أو After حسب الوقت الذي أحدده، أختار Apply to All. لاحظ الآن أثناء العرض يتم عرض الشرائح دون الضغط على مفتاح Enter، دون الضغط على تلقائيا تتحرك الشرائح، وأخذت نفس الحركة لكل الشرائح. بهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من التأثيرات الحركية، وهي الحركة الانتقالية بين الشرائح.